يا هلا سليم. السلام عليكم أستاذ، ممتنة كثير للتأملات، تابعت تأملات الأربعينية الأولى، سلام داخلي، طمئنان، راحة. أشكرك كثير، أنا من المغرب، شاركت تأملات مع كثير ناس كنعرفهم وحسوا براحة وطمئنان، حسيت بتغيير كبير في نفسيتي وفي جسدي، والحب اللي أصبحت أحسه تجاه الجميع، تجاه جميع المخلوقات، الحب النفسي، لكل شيء. أصبحت أنظر للحياة بمنظور آخر، وحاليا أتابع معك تأملات بالأرض الجديدة. نعم. طيب. أشكرك كثير كثير. يا هلا، شكرا لمداخلتك. يبدو كنت قلب سليم وصرت الآن سليمة قلب. نعم، شكرا لك. شكرا، يا هلا، بالسلام. تفضل. تسمعوني. سلام جميعا، وأكيد شكرا كثير لكل شيء عم بتقدمه حضرتك ولكل أصدقائك اللي عم بيتسببوا بأنه يوصل هذا النور كله. شكرا كثير. بس حبيت أعلق على موضوع الشغل. أنا من النوع الملتزم بشغله، يعني بيأدي واجبه على أكمل وجه، بس ما كثير بحس بصراحة أني بحب شغلي، طبيعة شغلي. تفكير بالتغيير، يعني حضرتك حكيت عن الصبر، يعني أنا مع هذا الشيء، بس مجرد التفكير بالتغيير، أنا عم بأدي شغلي على أكمل وجه، بس أحياناً بحس ماني مندمجة كتير. لما نحن شيء بنحبه بنحس بذكاء، بنحس لحاله وعقلنا عم يشتغل وعم نبدع، بس لما مجرد واجب إنه أنا عندي هذا الشغل ولازم أديه، فبحس الإبداع ما بيكون موجود. إنه لما نحن بنفكر نغير أو نلاقي شيء بيشبه روحنا أكتر. شو رأيك؟ لأنه حكيت مثلاً حتى موضوع الشباب اللي هن موجودين ببلد فيه واجب التحاق بالجيش، الهروب أوكي ماني معه، بس مثلاً إذا في ناس صحلهم يطلعوا على بلد تاني وبالتالي ما يأدوا هاي الخدمة، برأيك ما ممكن كمان القدر يكون هيك كاتب لهم؟ بس من بعد إذنك التوضيح. شكراً كتير. سلفاً. يا هلا. الإنسان قدرة شمولية واسعة، عم ينظر من أعلى لوجود زماني مكاني تحت وطأة قوانين حكومية معينة. هذا الوعي الأعلى لاحظ أنه صار في أحداث معينة خلقت قوانين جديدة، مثلا السوريين اللجوء، أو كانت قبل الهجرة، أو حتى السفر. هذا القانون هو يعتبر ضمن القوانين، يعني القانون الحكومي الوضعي هو عبارة عن جزء من منظومة قوانين، في قوانين دولية أيضا. هو الإنسان لما بيختار الأفضل، بدل ما يخدم خدمة إلزامية في بلده وبده يسافر لمنطقة أخرى، عم يرجع يخدم الخدمة الإلزامية من خلال قانون آخر، مثلا عم يدفع البدل، عكس عم بيكون مفيد أكثر لوطنه الأم. حتى لو ما بده يدفع البدل، هذا المغترب عم يرجع يعمل مشاريع استثمارية وينفع أهل بلده. الآن نحن الوضع بسوريا منطقتنا صعبة لولا المغتربين. هذا الموضوع، موضوع السفر والاغتراب، ما هو من ضمن القوانين الأرضية. نحن لما نحكي عن القوانين ما نقصد قوانين جزئية، نقصد القوانين الكونية شاملة. فإذا تغيير الوضع وتحسين العمل والانتقال لعمل بحبه الإنسان هو من ضمن القوانين. أما ما دام مو قادر بده يصبر، لأنه بيعرف هي كارما رح تمضى بعد زمن. هون عم يتعلم فضيلة الصبر. ما في تناقض إذن؟ ما في تناقض؟ وصلت الفكرة؟ أي تمام، شكرا. بس كمان نقطة، بس أنا من سوريا بالأساس وحاليا مقيمة بألمانيا. طبيعة الحياة بسوريا كانت الأمور، أنت تعرف يعني أنه مثلا من الدراسة للجامعة حسب علاماتنا، وبالتالي الشغل على الأغلب بنعرف لوين رايحين أو وين نشتغل. هلأ لما صرنا ببلدان الخيارات مفتوحة، هون أحيانا ما كتير عم نعرف نختار، بحكم يمكن من صغر تبرمجنا أنه نمشي بخطوط واضحة. هذا الضياع أحيانا، كيف ممكن نلاقي حالنا ونلاقي شيء فعلا بيشبهنا؟ أنا معكم بالتأملات بالسلسلتين على فكرة، ومن قبل كمان بعمل الأمور ما أنا كتير واضحة قدامي،
لوين بالضبط تروح، لأنه كمان الخيارات كثيرة. شكرا كمان مرة. هلق معنا أنت تقصدي كمستقبل، كعمل مادي، كمهني، كوسائل عيش. هاي الأمور رح تحدث وتتجلى بسهولة لما يكون الإنسان بتجلي داخلي. عشان هيك كانت التأملات عم تفتح مسارات الطاقة الداخلية، عم بتوسع الآفاق العقلية، وعم بتزيل المشاعر المعيقة. فبالتالي كل شيء أمام الفرد صار في مجالات فعلا لخيارات كثيرة، لأنه وين ما راح بأي مجال بيختاره رح يكون موفق، لأنه بداخله ثري منفتح بمساراته الطاقية على الكون، والكون ثري. فبيختار اللي بيحبه. عاد مين اللي بده يختار عنه؟ هون يفضل تقوية ما يسمى مقام الحكمة. الإنسان أعطي حرية الاختيار، هو اللي بده يختار ضمن معطيات كثيرة. قدرته على الاختيار بإرادته بفعل عنصر بالمستوى السابع اللي هو العنصر الروحي في مجال المشورة. أما الاختيار الأخير إليك شخصيا، وهذا اللي بفعل طاقة الروح بالإنسان. إذن كل شيء الآن نحن فيه عم يظهر بشكل طلب رزق ومادي وما بعرف إيش، بس عمليا عم بيغذي وبينشط الروح من خلال عنصر الإرادي. نحتاج نحن وسائل، كانت التأملات هي وسائل لتنشيط مسارات الطاقة بالإنسان، وبصير عنده هالشمولي. والتوفيق يا رب. شكرا كثير. يا هلا، تفضل. شكرا كثير. أنا من فلسطين وكمان ساكنة في ألمانيا، وحبيت أعقب. عادة عن جد في برمجة بتمشي وبتخلينا نروح ورا شغلات اللي هي مادية أو بتفيدناش إلنا، عشانك إحنا منكونش حاطين كل شغفنا في الشغل، أو منكون في محل اللي مش حابين شغلنا 100%. وحسب رأيي إذا بنرجع للولاد ومنربي جيل الأجيال، إنه كل واحد عنده فكرة، كل واحد عنده موهبة، كل واحد عنده شغلة اللي هي بتخص اللي هو كثير قوي فيها. فإذا إحنا منرجع من وعي الناس كمان اللي عنده أهالي، يعني إذا أنا اليوم أم بشتغل في إشي اللي أنا بحبوش، فأنا بعرف إنه ابني لازم أخليه يكبر على شو هو بيحب، شو هو راح يكون فيه قوي، شو الإشي اللي بيشغل له روحه بيشعل له إياها اللي يتقدم فيها ويقدم. التأملات هاي اللي إحنا بنعملها بتساعدنا نلاقي هذا المحل فينا. يعني أنا كنت معلمة مدرسة، اليوم أنا غيرت شغلي بتاتا، بعدني في مجال التعليم، ولكن في مجال التعليم مع الأولاد، بروح بقعد مع الأولاد، مش في قلب مدرسة، مش في قلب محل. وجه من محل شغف، من محل إنه أنا بدي أعطي، بس بديش أعطي في كيف حدا ثاني قال لي إنه لازم أعطي، بدي أعطي كيف أنا بحس إنه لازم أعطي. حلو. شكرا. يعني فينا نقول صار في نوع من تطبيق التعاليم الروحية بالواقع المادي الملموس. أولا ما عم نفرض رأينا أو رغبتنا على الأطفال، عم نربيهم بجو في إلهم من خلال حرية الاختيار، فقط عم نوسع الآفاق فيهم. وهي تربية وتعليم صح، وإذا عم يشتغل مجال تربية وتعليم الأطفال وعنده هاي النظرة الشمولية حتى بدون ما يتحدث، بمجرد سلوكه بمجرد وجوده عم يعلم الأطفال بالإلهام، في موجة عم تنتقل إلهم. هاي أهمية هاي التربية من العلم اللدني الخاص اللي بينقل المعلومة للمستحقين بدون برمجيات. كثير حلو الكلام.